إليك وجهت يا مولاي آماني، فاسمع دعائي وارحم ضعف أحوالي. اللهم تقبل. أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي. اللهم ربنا لك الحمد أهل الثناء والمجد، صل على سيدنا محمد وآله صلاة لا يحدها عد ولا حد. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واقض عنا ديوننا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس، عدد نعم الله وأفضاله، والحمد لله رب العالمين. إليك وجهت يا مولاي آماني، فاسمع دعائي وارحم ضعف أحوالي. اللهم تقبل يومياً مع فضيلة الشيخ ياسر القرشي. أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي.